قناة حنباع التونسية في حلقة خاصة وعدد خاص من برنامج بلا مجاملة. كنت قدمت لي مع سهام بالخوجة من تونس. يحضر معنا المطرب الجزائري العالمي لطفي دوبل كانون. لطفي دوبل كانون مباشرة في قناة حنباع التونسية وفي برنامج بلا مجاملة منذ سنة 1997 بحفل مشهود بمدينة عنابة الجزائرية. السلطات الأمنية الجزائرية تمت وأوقفت هذا الحفل بداعي أنه الأغاني اللي غناها لطفي دوبل كانون خارجة على السائد والمألوف حسب تقديرات السلطات السياسية والأمنية في الجزائر. منذ ذلك الحين اشتهر في الجزائر وفي عديد الدول العربية والأوروبية. أهلا وسهلا ومرحبا في بلاتوات قناة حنبال بالفنان الجزائري لطفي دوبل كانون. مرحبا بك لطفي. أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك. يا حوالك مرحبا. لطفي دوبل كانون مباشرة في قناة حنباع التونسية وبرنامج بلا مجاملة. شرفتنا بالحضور شخصيا أثناء إعداد الحصة. لطفي أذهل مع أنه في برنامج بلا مجاملة لكن أذهلني التجربة نتاعك في وقت وجيز من عام 97. مبدئيا كل سنة فما تيوب جديد، معناها في كل سنة فما ألبوم جديد أثثت به التجربة والمسيرة الفنية نتاعك. بل كل شيء مرحبا بكم. خليلك نحيي الشعب الجزائري الشقيق المشاهدين في الجزائر اللي يتفرجوا فينا والجالية التونسية في الجزائر. إن شاء الله تسهروا معنا سهرة ممتعة مع لطفي دوبل كانون. مرحبا بك لطفي. بارك الله فيكم. خليلي كلمة البداية يا رحم والديكم. نشكركم على الضيافة دي، أول باساج ليا في حنبال. مرحبا. قلت يعني الشعب الجزائري يتبعوكم برشا كما تقول انتم في الجزائر، تفرجوا حنا بعل برشا، دونك نتحيوهم وان شاء الله تكون الاخوه والصداقه بين شعبين. ان شاء الله هذه تزيد تتكتف ان شاء الله بالامور هذه. كما قلت عام 97 وحنا الحمد لله يعني ننشطوا، يعني لانه جو بونس كو يعني الشاب يرو كما كانت تقول المرأة يعني سهام الخوجة رائدة الرقص في تونس، وهي فرصة وهي فرصة ثمينة. والراب كذلك والراب هي خذها كريم، هي بكر وهي تحب تشتع خذها في الراب ولا في الريجي ولا في البلوز كما قال لطفي العبدري. اركع شوية ريد شوية ان شاء الله. خدت بركان عليها سهام. شو الديكور؟ شو البرنامج؟ شو الفقرات؟ شو اللي زرع شعب؟ شو درا شو؟ انا جاي باش نحكي على تونس على سيرة الرقص. تعملوا لي زابينغ هكاك ما نفهمهاش الحصة. هذاك اللي لازم زابينغ، تعرف شنو لازم الانيماتور؟ لازم يكون كاميكاز، وهو أول ألبوم للطفي دوبل كانون. صحيح ولا؟ ضيفنا ضيفنا هكا ولا؟ كاميكاز هو أول ألبوم صار عام 1997 وغاديك انطلقت المسيرة نتاعك من عديد الأغاني. مبروك يا مصر، جزائري يا مولانا، حكومة واش رايحين، يا خسارة أكبر تحية، يا البحر حتى لتونس حتى لتونس حتى لتونس. نحب توا نهدي لك غناية، هي غنية بإمضاء لطفي دوبل كانون لكن عندها وقع خاص وإمتاع خاص ومؤنسة خاصة كي تشاهدها بحذا أهلك في تونس في قناة حنبال في برنامج بلا مجاملة. نشاهد أغنية هالة وكل فريق تقني لطفي دوبل كانون ثم نعود لقناة حنبال. تفضل. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر، غنى من الظلم وبالرصاص يدير. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر، غنى من الظلم وبالرصاص يدير. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر، غنى من الظلم وبالرصاص يدير. يا رب الكون راهو طاح بن علي وحكومة الدكتاتور. هرب من المطار كيما الكلب كي البطار، ما كانش عنده الرجولة باش يكمل لبطايا. قولي وين الحرس اللي كان يحميها؟ وينو اللي كان ينفذ الأوامر كي الحميرة؟ وينو اللي كان عميلة؟ وينو اللي كان عميدة؟ وينو اللي كانوا يرقوا كي الإسكلاف والعبيدة؟ سفيدة الدول اللي كانت تمولة، الدول اللي كانت تظن باللي ظلمه راح يطولة. دورة وجهك وخمم معايا نادر، كتشوف اللي الدنيا ولات معمرة خوانا عمالة. خليني هنا فض الخبط والتخلاطة، اليوم الطغاة من خوف كنت غطاطة. من هار تونس خاضت ورفضوا الخطابة وتبعوا الخطاطة عمر بن الخطابة. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الأصنام تاع سياسة الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر، هنا من الظلم من الرصاص يدير. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الأصنام تاع سياسة الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر، هنا من الظلم من الرصاص يدير. زين العابدين كان رئيس دجال، كان يكره لجان والبنات تاع الحجاب. جاب
مش مخيف ديو باللي شعاته وترب البنات وساعتهم الجامعات فهمني يا ذا رئيس حب بنات ويتعرف اش يجيبوا له للتوريست ديرت بسنيس في البحر ولا قاطع وباقي يجيب ليهود يبني لهم دي سيناغوغا كلية البنات زينة من برا والداخل سياسة وحكومة لا كامرة حياته مرة في الصفوف والجورة من شعبه في السجون ولادو يموتوا بالجوع شوفه اه يا رب العبادة ويني مدام ليلى وين اخوها عماد اليوم كل شفات كل صداع كل صدارة خطك الشعب التونسي حطم النظام الشعب التونسي حطم النظام حطم الاصنام تاع سياسة الشيطان الشعب التونسي اليوم ولا حر هنا مطلوب من الرصاص يدير الشعب التونسي حطم النظام حطم الاصنام تاع سياسة الشيطان الشعب التونسي اليوم ولا حر هنا مطلوب من الرصاص يدير لطفي دوب الكانون في بلادويات قناة حنا بعل معروف عليه كل حفلة يقوم فيها لطفي دوب الكانون إلا ويتم إيقاف هذا الحفل لدواعي أمنية ولا سياسية إن شاء الله ما يتوقفش برنامج بلا مجاملة ويكمل يحضر معنا لطفي دوب الكانون مولود في الجزائر في 6 جويلية 74 بمدينة عناب الأب عامل يومي الأم في المنزل متحصل على البكالوريا رياضيات سنة 1992 بعنابة تقني سامي في جيولوجيا سنة 98 من جامعة عنابة مع صديقك وهب كونت مجموعة دوب الكانون أول ألبوم كما قلت هو كاميكاز تصفه السلطات الجزائرية باعتباره الفنان المتمرد باعتبار أنه يحكي على البطالة ويحكي كذلك على الرشوة ويحكي على المخدرات كسب تعاطف كبير لدى الشعب ولدى الشباب الجزائري تعرف الجزائر فما مدينة ملاصقة للحدود الجزائرية هي الكاف تسمع بها الكاف التونسية مدينة الكاف التونسية ابن الكاف البار الإعلامي لطفي العماري وسؤال مباشر إلى لطفي دوب الكانون اللي زورنا لأول مرة في قناة حنا بعد تفضل لطفي والله نرحب بك ونتمنى لك يعني إقامة باهية في تونس أنت ماكش جديد على تونس ظهر لي معناها لطفي دوب الكانون ماذا بينا معناها تقولنا علاش دوب الكانون شنو اللي دو كانون شنو خاطر أنا ما ممكن كانوا الغناء نتاعك واللوتر كانوا شنو سمعنا الكليب هذا غنيت فيه برشا على الحرية اللي جات لتونس بعد ثورة 14 لكن لطفي كنت أحكي شوية مع الفنانين في تونس يقولوا لك اللي ربما يحسوا الحرية نتاعهم ماشية وتنقص ومزلنا كي عشنا في تونس محاكمة نتاع معناها قناة تلفزية على شريط سينمائي وشفنا برشا فرق موسيقية وقاعة تعنيفها بعد الثورة يعني الأصدقاء والأشقاء العرب متعاطفين معنا ويهنيوا فينا بالحرية وإحنا المبدعين في تونس المفكرين في تونس قاعدين حائرين يقبلوا منكم التهاني هذوما وهم يشوفوا اللي الحرية قاعدة تتقلص وقاعدة تنقص وقاعدة تتهدد يوم بعد يوم خاصة في داخل البلاد اش تقول لنا انت يا لطفي اللي تجي تهني فينا بالحريه واحنا نقولوا لك يا ولدي راهو ربما قاعد تشوف الامور من برا راهي ربما الامور ماهيش كما انت متخيلها رغم نياتك الطيبه والصافي صح سي نورمال بالنسبه لنا العالم كامل تونس ولا الثوره التونسيه ولا الحريه اللي اكتسبتها تونس تقعد مثاليه لانه احنا كما قلت احنا نشوفوا من النافذه اللي هي التلفزيون ما عندناش واش صاير اكزاكتومون دونك حنا فا ايدياليزي اون فا دير سي لا بيرفيكسيون ثوره الياسمين ما كانش عنف ما كانش بالنسبه لنا سي الثوره المثاليه مي سي فري كو او فون لا رياليتي دي شوز سي فري كو صرا عنف صرا قتيله الحريه زادت نقصت كما قلت سي فري يعني كان اضطهاد اكثر كان مام ناس انا نسمعهم في الكواليس يقول لك والله وقت بن علي كنت ارحم في بعض الامور وهذه حقيقه كانت تتقال انا نسمعها من عند بعض الشباب يقول لك والله بكري كانت بعض حتى المستيق قالوا لي قبيله المستيق قالوا لي في وقت بن علي ما كانش درك ولات الدنيا معمره هذه امور يعني بدون ما نصلوا للحريه وسي فري كو للاسف الشعب التونسي ما كانش يعرف الحريه في مرحله ديك تاع الديكتاتوريه ما كانش يعرف معناتها الحريه فيها احترام الراي اللي خالفك فيها احترام اللي يرقص واللي ما يرقصش فيها هذه
الشعب التونسي راهو في مرحله شغل نشا جديد، مازال ما يعرفش. سي بروسا كان الناس يبدا يدخلوا فتاوي ويدخلوا امور ويحبوا يجيبوا تعريف تاع حريه جديده وقديمه ويخلطوها، لانه الاصل الحريه ما يعرفوهاش. دونك قاعدين في الاستاد قاعدين يكتشفوا يتعلموا. يكتشفوا في الحريه، وهذا هو المرحله الاولى ديما التجارب الاولى. لطفي يعني دوب الكانون، نحب نوجه تحيه لنبيل عبيريغا. نبيل عبيريغا هو مانجير لطفي دوب الكانون، هو اللي امن لنا قدومه لقناه حنبعل. شكرا لنبيل عبيريغا الاعلامي لحبيب جغام. وسؤال للطفي دوب الكانون باش نقدم لك اكثر الضيوف، الاعلامي من ابرز الاعلاميين في تونس، يمكن هو محافظ اكثر على الاغاني الشرقيه القديمه وما الى ذلك، يحب الاغاني الجديدة التونسية لكن لا يمررها في برامجه الإذاعية. دونك لطفي دوب الكانون مع الحبيب دوب الكانون. أولا مرحبا بك. ما جاوبش زميل لطفي على التسمية دوب الكانون، علاش؟ طبعا النوع من الموسيقى هذه والغناء هذا والكلمات المكتوبة بطريقة غير الطريقة اللي نسمع بها الغناء الجزائري السائد، يعني الغناء الجزائري نسمعه في الإذاعات كذلك، أو التونسي أو المغاربي أو العربي بصفة عامة. يبدو أنه فما لغة أخرى، هذايا الراب والأشكال الغنائية الشبابية الجديدة اللي كان عندها الدور في إذكاء هذه الثورة. يعني الفنانين اللي من جيلك أنت واللي يغنيوا بهذا الأسلوب بهذه الحركية وكالتصاور وكال الإبهار الموجود في الإخراج، هذايا ربما يخلي الشباب ينظر نظرة أخرى إلى الفن وإلى الموسيقى. بطبيعة الحال سي لطفي دوب الكانون تحب الرسالة توصل للمستمعين، ولكن يبدو أنك أنت ماشي لوجهة معينة للشباب بصفة خاصة، فمش يعني رغبة منك أنت أنك تسمع من طرف الناس الكل. صح، كاين رغبة، سي نورمال. جسمه باش نفتح قوس، لانه قلت بلي الفن ساهم، يعني حتى ام كلثوم لها فضل كبير في الثوره المصريه، يعني هذا معروف عند المصريين. احنا في الجزائر كان وقت الثوره عندنا الشعبي وما كل ساهموا في الثورات وقت الاستعمار. هاي الامور هذه تاع الراب سي فري راهي تتماشى مع الجيل تاعها. انا ما نقدرش نقنع يعني شيوخ اللي قبلي بمشاكل قديمة، لأني ما عشتهاش أنا المشاكل السبعينات والستينات، أنا عشت المشاكل من مثلا من التسعينات 2000 وروح. دونك الخطاب تاعي راح يكون للشباب، فالخطاب تاعنا مع الشيوخ شوية صعيب لإقناعهم، لأنهم مالفين بين قوسين بالأغنية الراقية كما أم كلثوم، كما الكلمات يعني هذيك اللغة العربية الفصحى، ولو أنه لاستركتور تاعنا في الكتابة هو شعر، ما هو الشعر النثري، هو الشعر بالقافية بالمحسنات البديعية، وعندنا كل ركائز الشعر، وإنما اللهجة اللي تبدلت احنا نستعمله، لأنه في لغتنا يعني في الدارجة كما نقوله مخلطة شوية ترك شوية اسبانيول شوية فرنسي شوية، وهذا من الغناء تاع ثقافتنا احنا، أنه احنا نخلطه. فلذلك واحد آخر كي يسمع تظهر له لغة الشارع، وكأنه عندنا لغة رسمية كما الأخ كان يحكي على الحرية، حنا نشوفوا حريتنا، نحب نتكلم بأي لغة نحبها، هذه حريتي. بصح كاين الناس يقول لك لا، اللغة المهدبة هي العربية، وعلاه؟ لطفي دوب الكانون نحب نقلب صورة أكثر المشاهد. حلوة الحوار، حلوة الحلو الحوار. لطفي دوب الكانون، دوب الكانون أون فات دوب الكانون هو ميساج مزدوج، خطرة نطرحوا مواضيع جدية بصورة هزلية باش نوصلوا الرسالة، وخطرة نطرحوها بصورة عنيفة كما شفنا لهنا مثلا هذه تونس، يعني نحب نوصلوا الهدف انه توصل الرساله، فمن جهه تكون كاريكاتير ومن جهه تكون يعني نص خشين شويه كما يقول. لطفي دوب الكانون غير مرحب به في الجزائر، غير مرحب به في عديد الدول العربيه، كي يهبط في اي مطار من اي دوله عربيه والا يجابه بالرفض وبقيود كبيره على وجوده في عديد الدول العربيه. شنو هي اخر دوله عربيه رفضتك لطفي دوب الكانون؟ كان عدنا نتلقاو قبل ما تجي، عاد يبعث لنا انا ما تجيش. معناها وطالت اي دوله عربيه لازم فمك القيود والضغوطات عليك، لازم، لانه الفنان لازم مش الفنان صاحب رساله لازم يتاخذ مواقف، وهذه المواقف حيكون عندها عواقب. مثلا تساند شيخ القرضاوي ولا تساند مثلا حزب من الاحزاب ولا حاجه، سنو ما حيكون عنده تاثير في بعض الدول الاخرى. تساند القرضاوي ولا معاه ولا ضده انت؟ احنا في انا الجينيراسيون تاعنا تربينا على دروس القرضاوي من الصغر، احنا نعرفوا القرضاوي مساندته القضيه الفلسطينيه الى اخره، هو عالم، ومهما كان عالم في قضيه سوريا مثلا هو تكلم كلام، والشيخ البوطي يتكلم كلام يخالفه. احنا كعامه الناس ما نقدوش نحكموا على شيخ باحترام كما قال شيخ الحريه، فاحنا ما عندناش الحق
بمستوانا العلمي الضعيف أن نحكم على القرضاوي ولا على الشيوخ يعني تخلف القرضاوي، وإنما من مفهوم الفقه والشريعة فنحن يعني. لطفي دوب الكنا، ماذا سنسمع وسنستمتع من أغاني لطفي دوب الكنا؟ الميكرو عنده بحذاه، الميكروفون بحذاك، الميكروفون كان موجود بحذاك. أي اخترنا يا مولانا، اخترنا حكومة، واش رايحين يا خسارة، أكبر تحية يا البحر. والله انا ما حضرت يعني مسالش حتى هكا دندينا دوب الكانون كما يقولوا. مقطع والله، بما انه الشيخ نحكي على الحاجه الراقيه مثلا نكتب اني نغني على الناس الكل، ما عندي حتى فرق، مهما يكون الاصل في التاريخ ولا في العرق ولا حاكمك القلق، روح اقرا سوره الفلق، كل واحد فينا تخلق غير من نطفه ومن علق. نحكي على الولايات من جهادية لجهادية، نجاهد بنفسي باش نحي الجهوية، لأنه الجاهلية خلق الطبقات، نساو احنا من آدم وآدم من تراب. هذه يعني مقطع. غنينا شوية، أي مرة لطفي دوب الكنا ما يسالش. ما جبتش الموسيقى معايا. ما يسالش ما يسالش. ونحن ما نمنعوكش من دخول التراب التونسي، تأكد. غازي، أني نغني على الناس الكل، ما عندي حتى فرق، مهما يكون الأصل في التاريخ ولا في العرق ولا حكمك القلق، روح اقرا سورة الفلق، كل واحد فينا تقلق غير من نطفة ومن علق. نغني على الولايات من جهادية لجهادية، نجاهد بجهدي باش نحي الجهوية، خطك الجاهلية خلق الطبقات، نساو احنا من آدم وآدم التراب. نغني باللغة تاعي الدارجة العجب، بدا ديالك الديريكت ما فيهش لغة الخشب، مالا شدة، واسمع الأسرار تاع أقوالي وكلامي، روح أقراه مع نزار القبانية. خطر أكون شاعر، خطر أكون شاعر، وخل نغني على اللي جاع ولا معيشة ولا مشاعتة، حبك تفهمني يعني نقولها بالقبيلي، خويا حدري ماني يا دم أولاد بلادي. والله جست مقطع خفيف. لطفي دوب الكانون، قلت لك نحن بحضره السيده سهام بالخوجه رائده الرقص، وكلنا تعلمنا عليها. نحب في سؤال مباشر لسهام بالخوجه، سمعت على لطفي دوب الكانون، حكينا عليه من عام 97 بدا، تبارك الله مسيرته لحد الان كلها معناها مشاكل امنيه ومشاكل سياسيه، لكن رغم ذلك هاو بالضحكه نتاعو قاعد موجود معنا في برنامج بلا مجامله في قناه حنا بعل. كل عام براتيكمون عنده البوم يحكي على البطالة، يحكي على المخدرات، يحكي على العراش، وعديد المواضيع اللي تهم الشباب، مشاكل الشباب. حسب تجربتك وخبرتك، هل يمكن له أن يستمر في هذا اللون، لون الراب، وهل يمكن له النجاح في تقديراتك الأولية؟ كما شفت الكليب نتاعو، كما شفت التجربة نتاعو، كما شفت أحاديثه ومواقفه من بعض المواضيع. أولاً نحن عندنا برشا شبان كما بلتي ذولي تعرفهم اللي بداوا، وعندنا تاريخ بالحق قوي ياسر في بلتي، كان من الأوائل. كي نرجع للكلام نتاعو والشبان والشياب اللي احنا بخاطيك، ما احنا كنا كي نقولوا كلمه لازمنا عندنا ديما سوجي فيرب كومبليمون. الشباب كي قال باش بن علي يخرج قال كلمه برك ديغاج. سي سيت جينيراسيون دو زابينغ، نعاودوا نرجعوا لها، اللي في كلمه برك لازم يوصل معلومه، باش يبعث اس ام اس يكتبها كلمه برك، يبدل حتى اللغه كا او باش ما يقعدش كولون او او على خاطرها غاليه. في الانجليزيه ليت ال وثمانيه باش تبدا قصيره. هالشباب الكل اللي معناها لو هيب هوب لو هايب وي ار ديفرنت، معناها ريلي الحوايج نتاعو هو، ولا سامحني ولا حوايج ولا حوايج هو، هذين مختلفين. مش معناها فما حكايه شباب، خاطر هو زاد لبس شارليستون وقت اللي بوه كان لابس جبه، معناها كل جينيراسيون باش تضيف كيف كيف اللبسه نتاعو والريتم. احنا كنت تفكر وقت كنا صغار خذينا ستيلو كان نحرب في الدار، معناها كيفاش من المحبره نرجع للستيلو، معناها ستيلو ماهوش كتيبه. باش نسالك سؤال، معناها ليك انت وصديقنا لطفي كلام كتاب عسل ومنطقي جدا، انه كل شاب يحاول يشبه العصره. علاش نحسوا توا واحد كيما سي لطفي في لبسته يشبه العصره، لكن في مرجعيته نلقوها مرجعيه الشيخ القرضاوي؟ نجم نقول الحقيقه ما غير ما تقصوا عليا، الجزيره شاملت 10 سنوات، عديت القرضاوي ونتفرجت فيه ونحترم كل حاجه، عديته اون برايم تايم للصغار هذوما، للشبان اللي كيفنا احنا، ولادي انا نتاع الدونس. كي انت تحل الجزيره وكل يوم كانك عندك لو باب، كل يوم 8 نتاع الليل كنت تفرج فيه وتعرف معناها الحصص الكل، زاد عمرو خالد معناها يحطوا، احنا نعرفوا قيمه التلفزه، تو انت كي تحط الضوء الاضاءه نتاعك انت خير من الاضاءه نتاعي انا، نظموها لك باش تكون ضوء. دونك وقت اللي شو اسمه عمرو خالد يتكلم ويحط بابا للممثله
يخدموها خدمه باش افيكتيفمون الشاب اللي ما يسافرش وما يمشيش للعالم ما عنده الا اون سول فيزيون. وين هو وعيه؟ دقيقه استنى سامحني، هو صغير يا اخي. انا كان عندي وعي من فضلك، دقيقه برك، انا كان عندي وعي كي تفرجت في افلام كيما لا بتيت ميزون دون لا بريري ولا ما سورسيير بيان ايمي. زاد الامريكان شربوا لي عقلي وانا صغيره، خاطر كانت عندنا تلفزه تونسيه وعندنا تلفزه اللي جيونا الفيس بريسلي وكل شيء. انا جينيراسيون تاعي تفرجت ياسر على اوروبا وثقفت باللغه الفرنسيه والانجليزيه وكل، وشبان هذوما ماهيش غلطتهم، العالم الاوروبي والعالم البراني عملوا لهم حيط. انا مشيت لافينيون ما غير باسبور، معناها كنا صغار باسبور على ما غير فيزا. هذوما ما لازمهمش ما يخرجوش للعالم، اش عندهم من العالم؟ ما عندهم الا الشاشات هذوما يتفرجوا. دونك القرضاوي باش يكون موديل من اللي عمره 10 سنين، كان الاستاذ قرضاوي يعطي درس خويا العزيز كل يوم 8 نتاع الليل وقت التلفزه نتاعنا التونسيه ترقدنا مده 10 سنوات من عام 2000 والشباب هذا الكل مشى لغاديك. ماتنو اسكو هو غلط ولا انا صحيحه؟ هذا اللي درنا ولينا مجتمع كان عندنا حرب ما بيناتنا، ما فماش حرب ما بيناتنا، اما عشنا خرافات مختلفه واحنا فرد بلاد. انا تعلمت معناها تخلقت نوع من السكيزوفرينيا عند لا جونيس هذه كما قلت، اللي تلقاه يحكي لك على الهويه، يحكي لك على تاريخه ومعتز به، وقت يجي يسمي روحه تلقاه اسمه لود في الدوبل كانون. على خاطر الامريكان كونسوماتور. ليس لي زاميريكان ابار. نظريه المؤامره الامريكاني ما يجيك والغربي ما يجيك الا ما خاطر انت حليت له الباب. اش معناها الكلام هذا؟ هذه شبيبه تبرانشات على القنوات الخليجيه لانه كان ثم افلاس اعلاني، لانه ما كانتش عندنا تلفزات وخطاب ومدرسة تلفزة ومدرسة اتونسيون وسينما وغيره ينجم يشد الشباب هذا ويحكي له حكاية تشبه له وما يخليش يتبرنش في الليل 10 ملايين. احنا في تونس العشرة ملايين نهاجروا الناس الكل في الليل، اللي يمشي يسهر في مصر واللي يسهر في دبي واللي يسهر في قناة مع شنو واللي يخرج في قناة شنو باك التيليكوموند، الناس كلها في الليل تحولوا 10 ملايين مهاجر ولم تغد الثمانية الناس كلنا نرجع لتونس، اللي يمشي يخدم واللي يمشي يقرأ واللي يمشي بطال واللي غيره. فالشباب هذايا هو اللي قاعد يدفع في فاتورة التصحر الثقافي والتربوي اللي عشناه وعاشته تقريبا كل النظم العربية في العشرين والثلاثين سنة خاصة الأخيرة. اي تفضل لطفي دوب الكانون، سمعت سهام بالخوجة، سمعت لطفي العماري، مقتنعة بكلامهم؟ انا عندي زوج نقاط حاب نقولهم مدام، باسكو قبيله شفت لا كوريغرافي تاع الاخت اللي اي تاع اميمه، اللي دير لا كوريغرافي سيتي داسومبلي ان بو لا فيولونس ان تروك هارد مع ان تروك فيمينا. ان فات هذه وقت الرسول كانت تكزيستي، كانوا الاحباش بكري يجيبوا السيوفه ويداسومبليو بين العراك ويديروا كوريغرافي هي شطيح، وكانت السيده عائشه رضي الله عنها تطلع فوق ظهر الرسول باه تتفرج على لا كوريغرافي تاع الرجال اللي قاعدين اللي كانوا يتعاركوا. مولانا جلال الدين الرومي فوالا وجلال الدين فوالا. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية سكي امبورتون باه ما يلعبش في لي دوز اكستريميتي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لكل أمة خلق، كل أمة مبنية على خلق، وخلق أمتي الحياء. كان لا ليميت تاع الحياء، لأنه أون فان كونت لا دونس سي إكزيبي أون فادير سي فانتازمي سور لو كور، سي اكزيبي الحوايج الملاح تاع الجسم وتاع سي سا. انت ضدها فوالا لما تشوف مثلا دي كوريغراف. لا لا ما غلط، راه الرقص ماهوش هذاك اصل الرقص. انا شفت لا ديفينيسيون تاع دونس كلاسيك كيما نشوفها احنا فوالا، كيف نشوفها احنا مثال الراب اغنيه شارع فوالا. تقوله لي هذاك شكون انا نحكي، تقول انا لازمني نوري الحاجه الجميله. لا غلط، معناها نحكي الرقص. لا يعني قاعد نقول لك نبداو من الاكستريميتي، مثلا كنت تروح بين قوسين لي ستريبتيزاز اللي في لي زيتازوني اللي يخدموا في لي بار تقول لك هذا رقص، فهمت كيف؟ دونك حنا نهودوا من هنا. سامحني لطفي نحب نكمل معاك من لي رابور التوانس الموجودين توا على الساحه في تونس واللي كثروا بعد جانفي 2011، شكون اللي رابور يعجبك ولا والله كان برشا بمختلف توجهاتهم؟ مثلا شكون كان؟ مثلا كما سمات بلتي. بلتي يعني كان بلتي عنده توجه، يعني انسان خارج من الستريت كما نقولوا احنا، من الشارع يعني شارع. يحكي شارع كرو. كان تلقى في الضفه الاخرى تلقى بسيكو ام جيتو ان بسيكو ام يعجبك زاد بسيكو ام؟ نعم، لانه هو عنده رساله وعنده توجه.
ابري سينو كل واحد عنده اخطاء تاعو وسلبيات وايجابيات، وكان تلقى في النص وحيط في النص يحاولوا يميلوا بين كذا وكذا. وان هذه كما كنا نقولوا الحريه انك تترك الناس كل تعبر بدون ما يتعدى على الناس ولا يسب الناس. وانا ساترك توا حريه التعبير الاعلامي القدير حسن بن احمد، نقدم لك الضيوف الكل حسن بن احمد من ابرز الاعلاميين في الصحافه المكتوبه في تونس، تقاعد في الاونه الاخيره لكن لم يتقاعد عن الابداع وعن اغزرك الغزره اللي فيها معناها نظره استشرافيه للمستقبل. تفضل حسن بن احمد في مواجهه مع لطفي دوب الكاميرا. تفضل لطفي. ماناش فرد عمر صح يعني كان لا معناها باش نحكي لا ماناش فرد عمر يعني ماناش فرد واحد، ولكن انا نحب فرد جيل النوعيه نتاعهم خاطر مانيش لاني متزمت ولا نحب قبيله تحكي على حاجه. أنا نتذكر في الستينات ويست سايد ستوري من أعظم الأفلام اللي فيها الرقص، معناها فيها شيء كبير وكي كنا احنا صغار تو برشا عباد يقول لك تو هذا تو كبير وما يعرفش. وقت اللي كنا صغار عملنا الروك وعملنا تشاتشاتشا وعملنا الأنواع الكل نتاع الرقص عملناهم هذوما وقت اللي كان في عمرنا، ولبسنا السروال شارلستون وكانت البات وكان الشعر طويل وكان تتذكروا معناها توا وقت اللي برشا عباد يسخايلوا معناها تطورت الدنيا كان بالراب ولا بغيره. هذه كل واحد وموسيقته كل واحد ووقته يتعدى به، ويمكن هذا معناها دوب الكانون والجماعه اللي طالعين هذوما الشباب لقوا الميدان معناها كما احنا نقولوا مهيئ معبد يحبوا يخرجوا به يحبوا يعبروا خاطر علاش الرقص والاغناء وكلهم يتكاملوا مع بعضهم فنون هي الكل. ومن بعد هو كي يتصور وكيف يتخدم وكي يتقدم يعني هذا الكل راه ما فماش حاجه تبعد على الاخر. انا نحب نقولوا نحس معناها في دوبل كانون كاينه فما شكون اللي فارض عليه النوعيه نتاع كاينه حاجات دينيه يعني كأنه هو تحس اللي شكون اللي قاعد يقود فيه. معناها نحب نعرف الكتابات شكون اللي تكتب، معناها تكتب انت تكتب وحدك ولا يكتبوا لك، وفما توجه قاعدين يخدموا بيك ولا لا. معناها بصراحه يعني فما ناس توجه ديني ولا حاجه قاعدين يخدموا بيك باش توصل لهم الرساله نتاعهم. معناها هذا اللي انا نحسه خاطر مش كيما لي رابور الاخرين كيما رابور كيفك انت عندك حاجه في مخك تحب تعملها هو الا قاعدين يعملوا فيها بكذا. اي تفضل انت. بالنسبه للسؤال الاول جينيرالمون لي رابور 99% هما اللي يكتبوا، ماناش احنا كيما تاع الشرق يعني عن كان مؤلف وملحن، جينيرالمون احنا هم اللي نكتبوا. بالنسبه للتوجه انا سي فري رسالتي انا حابه تعدى حدود الفن. شنو حاب نوصف الفن؟ بالنسبه للفن وسيله، الغناء راهو عباره عن وسيله. انا الرساله تاعي اللي حاب نتعداها هي كيما نقولوا توعيه الشباب، فهموا باللي القرايه ملاحه، باللي الحريه ملاحه تاع الناس، باللي التعايش اصلا مليح. هذا اللي حاب نوصل له انا من خلال كوسوسوا مثلا نقول اني ديبلومي انجينيور، مش باه نفتخر، باه نقول لهم باللي لازم تقراوا يا ناس باسكو باه توصل هاهو. اني نلبس كيما كبالك مشني مرتاح، باه نتاقلم، وكان سياسه الترغيب ترغب الناس يسمعوك باه الرساله توصل برك. اما من كاني ناس يسيروا فيا والله من غير يما واحد يسير فيه. واصل الحديث مع لطفي دوب الكانون في برنامج بلا مجامله. قبل ما نودع سهام بالخوجه وعدتنا في اول البرنامج بمجرد دخولها لبرنامج بلا مجامله بلاتوات قناه حنا بعال قالت انا جاهزه للرقص في البرنامج، حضرونا في قاعه الاخراج النهائي باش نسال سؤال لطفي دوب الكانون في انتظار توديع سهام بالخوجه. شنو تحضرونا باش ترقص لنا رقصه على ايقاع تونس هذه الايام؟ ان شاء الله تكون تونس المسيح. تو بكري تتكلم وتحكي واحد تقول اعطينا رقص اعطينا الصحيح. لطفي دوب الكانون اعطينا على الطاوله انت اعطينا هذا هو اللي مش رقص راهو باقي نرجع له يقول هو فما رقص نتاع ملاهي ماناش نحكي على هذا حاجه برك اللي يحكي عليه واللي مهم ياسر في دوب الكانون ولا ولاد اون تو لي كاج جينيراسيون هذه سي اتيتود كامله. راهم عندهم مجلات نتاع لبسه نتاع غناء نتاع جرافيتي، الفن نتاعهم ولا يتباع بالملايين اورو مش الا الغناء. فما سي ان موند اوربان، فما معناها فما حاجه اخرى كيما نهار اللي كنا نمشيو بالجمل وطلعنا في طياره فريمون سي ان نوفو موند اللي جاي بلغه اخرى بكتابه اخرى، عندهم ان جرافيتي نتاعهم، عندهم لغه جديده اللي كان احنا ما نفهموهاش اللي تعدينا حاجه اخرى
رانا باش نضيعوا شباب، كان باش نصايبوهم يحكيوا على حاجه واحنا مانيش فاهمينها. لا سي ان نوفو لانجاج، وبالرسمي فما مجلات اسمهم يو ار ديفرنت، تو نهديهم لك خاطر تقعد بيت كي تورقهم ترى المجله اللي ما تشبهلناش، ما عندناش لي ميم كود. انا قريت، انا تتفكر وقت اللي قرينا، نعاود لك قريت سوجي فيرب كومبليمون، هما يسون بينير اي ولا. كي نحكي انا وطفل في عمره هو نقول له شبيك جيت مخر، يقول لي جيت مخر، يقعد ما بين درج ما يفهمنيش علاش نزيد نسال باش يعطيني لا ريبونس. عنده هو كلمه برك، هذا مشكل، هذا مشكل. لطفي مش موضوع، يعطيك الصحة سهام. تعرف شنو المشكلة في تونس؟ باش نقرب لكم الصورة. تو سهام بالخوجة كي تبدا تبارك الله مع فرقة الرقص نتاعها، تبدا فما صرامة كبيرة وإدارة كبيرة للفرقة هذه، كي تقول لهم اسكتوا اسكتوا اقتلوا لهم، باعتبار مثل شعبي مأثور إذا كثرت دقيقة ترقص فينا. كي تجيك البلاتو تحب تحكي منها تحكي منها تحكي منها، كان أنت باش نسيب زمام بالأمور، نقعدوا الصباح نحكيوا. سهام يعطيك الصحة وبارك الله فيك. أنا دقيقة سهام لطفي دور الكنان سألك حسن بن أحمد، قال لك فماشي جهات دينية ولا سياسية وراك؟ قلت لا وأكدت لي لا، فما حتى حد يحرك فيك، على خاطر على حد علمي عصامي التكوين وكتاباتك وألحانك وحدك وألحانك تلحنهم. اسمها دي غلطة مني، أنه هو يقول لي أنا عندي إحساس أنه كان فرقة مثلا تهوج في هذا، اسمع حاجة لي تعلمتها لأنه أنا دونك غلط قاعد مد في الناس لا سونساسيون باللي كان الناس يسيروا فيه، هذه تسمى غلطة تاعي أنا دونك. يعطيك الصحة لطفي دور بكرنا. سهام بالخوجة بارك الله فيك، نودعك ونحييك إن شاء الله. ربي كان وصلني للبيت. يعطيك الصحة. دبر بوسه معناها، دبرت بوسه مع سهام بالخوجه ودخلت سهام بالخوجه للتاريخ. شكرا لها جزيلا على حضور برنامج بلا مجامله، وباذن الله واعد في اقرب الاوقات سنعد برنامج على رقص لسهام بالخوجه، ورغم ذلك ستتحدث فيه على الرقص وعلى عديد المواضيع الاخرى. تابعون على قناه حنبعل التونسيه، معنا لطفي دوب الكانون، تستمر السهريه على قناه حنبعل التونسيه وبرنامج بلا مجامله وفقره المواليه منا فينا. نشاهد ثم نعود. في تونس عندنا قبلة وعندنا قبلة، أنت تختار القبلة ولا القبلة؟ أنا القبلة. إيش معناتها هذه؟ فسر لي فسر لي، ما فهمتكش الحقيقة. قبلة متاع شنو؟ متاع فما قبلة ما فما قبلة برك. أنت بين القبلة والقبلة إيش تختار؟ اختار الحرية. قبلة. قبلة نعرفها والقبلة نعرفها، وإن شاء الله الزوز يتفهموا القبلة والقبلة. القبلة كل واحد أموره مع ربي هذيك مع خالقه، كل واحد أموره مع أنت ما فما قبلة، أي ما فما قبلة، فما دين، فما عقيدة، فما إيمان، كل واحد وش أعطاه ربي في قلبه في 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 مخه معناتها، وهذه حرية شخصية. قبلة المرزوقي شفتها ريتها معناها كل أكل يهبط يبوسه في يده. هاو قال على نية ربي تحمس حتى مع بورقيبة ما كانش الشيء هذايا، معناتها توا الراجل فرحان وشيخ ومادد يده معناتها للبركة، ما يجيش عيب عيب باش واحد يلعب ضد تقبيل اليد. أهم ما عندي حتى فكرة على الحكاية هذي، علاش ما تحبش تسميها باسمها؟ شنية القبلة؟ إيه القبلة ما تعني شنو تعني؟ تعني كثير من الأشياء بالنسبة لي القبلة، فهمت؟ وما هيش حاجة مبتذلة. كارثة، مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. ربي يهدي وكهو، ربي يهدي. احنا ما منعنا من مصيبة وشيء أتعس من اللي كان قبل لي يظهر لي سيد مادد يد وتقول معناتها هبطين جلالة الملك. مرحبا بكم من جديد على قناة حنبعل التونسية. غادرتنا سهاب الخوجة واقترب مني لطفي دوب الكانو المغني الراب الجزائري، وربي يستر باش نكملوا نحكيو. لطفي نحكي لك الفقرة المصارة كنا نتفرجوا فيها، فقرة بين قبلتين. رئيس الجمهورية التونسي منصف المرزوقي كان في زيارة لأحد الأسواق في تونس، كان في زيارة قربوا منه التجار خاطر توا الخضرة والغلة في تونس بارك الله نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار، عملنا غنية هذه وما نمنعوكش تدخل لتونس مرة بنان، بس نقص البنان. أيوة غادينا على الكلافز والمعدنوس والبطاطا. المهم منصف المرزوقي قاعد يحكي مع رئيسنا، قاعد يحكي مع التجار، هو جاء خارج وسمعنا ناس شفناهم خلال السيكونس اللي تعديت على الانترنت يقولوا يحيى الرئيس يحيى الرئيس يحيى الرئيس. فما واحد من التجار قام وباسلوا يده
باس يد رئيس الجمهورية. فما ناس يقولوا راهي تروكي الحكايه هذه ام فابركه، باعتبار انه موجود دو كاميرا على اليمين وعلى اليسار، ورئيس الجمهوريه قصد السيد هذاك بذاته باش يظهروا الشعبيه. الصفحه الرسميه لرئاسه الجمهوريه التونسيه على مستوى الانترنت قامت بتنزيل السيكونس هذه، هبطتها مباشره بعد ما رجع الدكتور مصف مرزوقي لقصر قرطاج. صار استهجان كبير واستنكار من عديد الاطراف في تونس، تم حذف السيكونس هذه من الانترنت. وبعد نحكي فيها مع لطفي العماري في كلمه احسن بن احمد، في تقديرك الخاص سيكونس اللي تعديت على الدكتور محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهوريه التونسيه تروكي والا لا مفبركه لاظهار تأييد شعبي لمنصف المرزوقي؟ لازم نشوفوا نجيبوا خبراء من العالم باش يشوفونا تركي ولا لا. بوليميك اصلها في السيد كي قبل يده ولا في تركيا انه قبل يده؟ هو الاكثريه بوليميك انه في تونس ماناش تقبيل الايدي، ماناش تقبيل الايدي في تونس. الاعلامي لحبيب جغام بحكم خبرتك، هل انه مفبركه ولا ماهيش مفبركه؟ لا ما نتصورش مفبركه، نتصور انها كانت عفويه. ربما المواطن هذا التاجر بتلقائيته أول مرة يقابل ربما رئيس الجمهورية، كيفما كان مهما كانت شخصيته، حب يعبر على نوع من التأييد، حب يعبر على نوع من الحالة اللي يعيشها هو كتاجر، ظروف تعبة، ويحب يوصل للرئيس الجمهورية وغلاء الأسعار وما إلى ذلك. ما نعرفش كذلك رئيس الجمهورية عجبته ولا لا عجبته، ربما هذا مؤشر قد يقرأ من طرف ناس أنه بداية لسلوك معين اللي احنا رافضينه ورفضناه في السابق. ونتصور كذلك هذا المواطن لما يشوف روحه ربما يحس انه اخطأ، ولكن ربما يقول لك انا عبرت بكل عفوية، انا مواطن شعبي كأيها الناس، علاش لا ما نفرحش برئيس الجمهورية. طريقة تقبيل طريقة تقبيل الايادي في تونس موجودة في بعض المناطق في بعض الاوساط، انه يفرح بيك يبوس لك اليد نتاعك، معناها عنوان للمعزة وللمحبة وللود. نحب نختم في الحديث مع الاعلامي لطفي العماري على القبلة على يد رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي. كنت قدمت وقلت بين مؤيد لهذه القبلة، من بعض الاطراف قال والله باهي رئيسنا تبارك الله عنده شعبية يشوف التونسي ويلي يحبوا، بين رافض لهذه القبلة جملة وتفصيلا قالك نحن في تونس 2012 بديناها بوسان للدين وين مش نكملوا نبوسوا، فهمتني، بين إنسان مصدوم. فما بعض الأحزاب خاصة اللي خارج الترويكا قالوا شوف رئيس شنو اللي يعمل، جماعة الترويكا قالك لا حكاية فارغة. في نهاية الأمر نقبل أيدي ويد رئيس الجمهورية في 2012، فماذا ينتظر تونس أستاذي الكريم؟ والله ما ثم معناها ماهوش من القبلة باش نشوفوا واش ينتظر تونس ومش ما ينتظرهاش. لكن أنا في رأي هي مؤكد أن القبلة يعني فيها برشا عفوية. أيوة. وجنرال مورا وزاد من قبله كان اليد نظيفة. ويمكن المواطن هذا حس اللي الرئيس اللي قدامه رئيس نظيف، وهذه الريبيوتاسيون اللي اليوم موجودة على سي المنصف المرزوقي. لكن الأهم من هذا أن احنا كي نقبلوا جنرال مورا نقبله يا خوف يا طمع يا يأس. هنا الخوف مش موجود، ثم الطمع وفما اليأس، لأنه مواطن عادي في حالة مادية ظاهر مزرية، وقف قدامه رئيس دولة بالنسبة لي هو باب العرش وتحل وتحل، فهذه فرصة العمر التي قد لا تتكرر أبداً، لأنه كلنا في ذهنيتنا في الأعماق الدفينة متاعنا الرئيس هو السلطان اللي وقت اللي يصادفه واحد من الرعاية في الشارع وإلا في بقعة يقول له اصرف له 1000 دينار. فالعقلية هذه توا مازالت موجودة عنا. وعلاش موجودة عنا؟ وعلاش المواطن العادي هذا باس يد المرزوقي؟ لأنه مازلنا لتو ما نمنوش بالمؤسسات، نمنو اللي الرئيس عنده المعجزات الشخص. يكفي انك تقابله باش حياتك تتغير. والثقافه هذه تكرست خاصه في العهد السابق ومع عائله بن علي، يكفي انك تعرف اكس ولا ايغريك منهم باش ترتقي من حال الى حال، وتولي الناس الكل في جرتك انت تتلحس فيك انت وتقود لك انت، خاطر انت عندك